الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا ليال وحي شاء الله تعالى بري إنه بلا ميسا هننتي سيغالوتك اللو يقان يوم العرفة يا بشوع ذي الحجة أي تهي سيغال مالنتا يوم العرفة أهمان تسجلوت كأي حجاجتو أي تاريهين عرفة بنك عرفة أي تاريهين إن شاء الله تعالى وحن حكت المامدونا فضل يبصو أروري مالنتاس يو وحيابه كريدو انتهي مالنتاني مالمها كالي أما طوان كعيشو بشي ذي الحجو قهرهي أولا قدر كوكوبادو حيهي أي كريدو انتهي مالمها كالي مالنتاني ومالن كمدا أما كتيرتا إله إله تبارك وتعالى حرمي إي أفرتا إله تبارك وتعالى قتل مع كتاب إله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم أركا مالنتا نوحي كتيرتا بشد الحج وكم ذا بله إله تبارك وتعالى حرمي قطب خلابات كجدو أنت هي مالنت أنا معلمها كله وحيكون ترتا بالكم ذا بله حاجة أي كم تها يوم العرفة إله تبارك وتعالى وقت المامي قران كيس الحج أشهر المعلومات حجه وبلال قرن عيوه أو محاكم الهذاي لأجي هاي إله تبارك وتعالى قلت لنا وكا يوم العرفة وحي كمتها هي بلاها سأي كمتها هي وبش ذي الحج أي كمتها تقولي بطوان كوهر ريا وحكا لو قطب كسادحاد أي كقد وانتهي يوم العرفة ما المها كالي وما المها إلهي تبارك وتعالى أماني أي كم إذا حجك إلهي تبارك وتعالى كتابك سكو أماني إلهي تبارك وتعالى ليشهد منافع ليشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات إلهي تبارك وتعالى أيامها معلوماتك وإلهي تبارك وتعالى تلمامي أي أي كمتها وطبنك عشوقه ريبش يذي الحجة أي كمتها قضبك أفراد أي كقدو انتهي ما أنت لو يغني يوم العرفة معلومها كله ومالين كمد ما كم ومالين كمدة مالمها طبعاً كإله تبارك وتعالى كل عرتي إله تبارك وتعالى يلي ولي والفجر وليال عشر إله تبارك وتعالى يلي وحكل عرتي وأجبر جيسا أم وأجبر جايا كل عرتي يهبينا طبعاً أما مالما طبعاً بركا طبعاً كعش إله تبارك وتعالى كل عرتي أي كمدة وحيا بيك قد وانتهي مالمها كلا بش مال انتهي قطب كشناد أي كقد وانت يوم العرفة مع المحكلة ومال كم إذا مع المه إلهي تبارك وتعالى عمل خلال السمية ووجه عليها ونبي عليه الصلاة والسلام يلي ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله أيام عمل ونكسن للسمية وإلهي وجه كتش عليه ما ترتو مع المحن وكما مع المحن سأيه كم يتهي طبعاً كأه إلهي تبارك النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما مي إن إلهي شعلي هي عمل كلا سمي ونعكسنا إلهي تبارك وتعالى وتعلي والله والله بي قطب كل حد يقعد وانتهي يوم العرفة مع المحكلة ومالت إلهي تبارك وتعالى دين تينور دم يشتري دين تين إسلامك يعني معاد إيمانك إلهي تبارك وتعالى كتام يلي كل كين إلهي تبارك وتعالى إن أردم يسترين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي وحوي من يهودية مركزي لي أمير المؤمنين آيات كتاب كينا كتفرت أو كتاب كينا قصقا هدان نهاي أرور كي يهودة آيات السمانة تأيسود دكتي عيد بان قردقا لحين عني وان حسي لحين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعكو يدي إيشاك بالآيادة إيشاك أتشيك إيشاك
آيدي بو شاغينك يهودي عمر الخضاب رضي الله عنه حلو والله وقرنا يا آيداس مال انتي سودكتي يمكانك يميشي كو سودكتي مال انتي معابي سودكتي ميشي كو سودكتينا ويوم العرفة عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام سوى التاقن بانك عرفوا يسوى التاقن اي نبي كو سودكتي عليه الصلاة والسلام آيادة آيادة سورة المائدة كترتا وآيادة شناد سورة المائدة إلهي تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلهي تبارك وتعالى ما أنت أيانا دين لما يستري دين تيني نعمة دي دينا وانتكوك تام يلي وانتكوك لما يستري نعمة دي إيمانك يا إسلام نيوض وانتكوك لما يستري سيدا سار رالينا إذا كان نقضي ودين تا إسلامك أيان رالي نبدأ رالي إذا كان نقضي إلهي تبارك وتعالى لأنه مالنتني ومالنتي إلهي تبارك وتعالى دين إسلام كنا ما يستري دينتي إلهي تبارك وتعالى إنه ده ما يستري إن معدينا إلهي تبارك وتعالى كركي إنه كده ما يستري إن معدي إسلام نمذا إيمانك إن كل عباد يسون إنه يعني كن الله وهي بهيك قد وانت هي ما أنت عرفه ما المها كله قطب كتضابات يوم العرفة هيك قد وانت ما المها كله ومال مالن ومالين كم إذا مال ما إلهي تبارك وتعالى هديل الصوم وإلهي درت له الصوم إلهي تبارك وتعالى ود بدافع يقفك الله السنة سنة كان كتير يسنة كيتاجي والنبي عليه الصلاة والسلام يلي صيام يوم العرفة يكفر سنة الماضية والباقية صيام كام الصوم كل الصوم ما أنت يوم العرفة أو ما أنت عرفة الصوم وحي الله تبارك وتعالى قفك في قدها في الدنوب تي سغائر تهيكا دعلا يريد سنة كانو كتري سنة كتري معنى لبسانو أيو دقما إن لبسانة دنبدا فخوض أيو دقما صوم كلا صوم يوم العرفة تدار درادي وحي أباهي كدو انتها ما كغفض لانتهي ما لانت عرفو ما لما هكري قطبك سديدات أي كدو انتهي يوم العرفة ما لما هكري ومالن آدي أدوي وإلهي تبارك وتعالى ونارتك حريو أدوما بضن وأدومه سكمده نبي عليه الصلاة والسلام حولي ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم العرفة نبي عليه الصلاة والسلام حولي مالن كبضن مجرته وإلهي تبارك وتعالى أدومه سنارتك حريو ما أنت عارفه إلهي تبارك وتعالى أدوم بضن وكم إذا أدومه سا أي إلهي تبارك وتعالى نار تكحر إياه وأود بدافع ما أنت هن حيابك وليك قد وانت ولا ليلو حكم إذا طلبك طبنا هذا ما أنت إلهي تبارك وتعالى وحا إلهي تبارك وتعالى أفانا ملائكة أي إلهي تبارك وتعالى أفانا أدومه سا بانك عرفتها قن إلهي تبارك وتعالى بيت كيسة بوقضي إلهي تبارك وتعالى أفانا مقاسوير عدو ماذا دي بلاغا هل كي تاغيين بيت كيسة بي بوقضين أنا مرتئيهين دم بدافق ويدي سنين إلهي تبارك وتعالى ما لنتا عرفة وحي إلهي تبارك وتعالى وملائك تيسة وطل ماما أدوميه سيدا يقول عبادي سنين يسيدا إلهي تبارك وتعالى دم بدافق سورة دينية قلب خوي تونات أيك قدون تي يوم العرفة ما المها كله ومالين إلهي تبارك وتعالى لوينيه أول السنة يي إن إلهي تبارك وتعالى لو تكبيرته وإلهي تبارك وتعالى حسكي سكر له قاده وإلهي تبارك وتعالى لوينيه قلب كله بيتو من هذا قدام بيجي أيك قدون تي يوم العرفة ما المها كله وركن كم إذا يوم العرفة أركان تحجك النبي عليه الصلاة والسلام حين الحج عرفة حج هو عرفه يعني قفه هديه عرفه يستاقه وما وقوف العرفة هديه وكتغه حج مسكنه ويقفه يعني حج مليه مركا وما ننت حجك أقوين والركن كم إذا أركانت حجك يوم العرفة وانا ما ننت سقالوتك أي حجات تتاقين عرفة إنقونا ديتكينا أن حجك تكينا أن صومنا هاي والله ليال يوم العرفة ومالتها نوع عاسية
كدوان معلومه كلا قيمي قاله انت صورنا انك لو اينا هلك قسوه كوبي كرا اي كوبستي ما انت الهي تبارك وتعالى وحن كرتشينينا انو نودا بيدافو ان تنبقين الهي تبارك وتعالى انو دافو لما انت وحن الهي تبارك وتعالى كرتشينينا مركز تبدا بيدافو ويدم دنوب تينو ويسكب بدين بلادنا 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 أين ما أنت هاي جمعة ما أنت هاي مكفى هذه سنة إيه ما أنت عارف وين مكفى هذه سنة وليه ما أنت جمعة ويكون بيعنتي ما أنت جمعة ويكون بيعنتي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنت جمعة وحكوا شرط الساعد ساعد أقف قاضي ووافق وإله تبارك وتعالى بريه وإله وافقه وإله وكا قبله كان ما أنت الحين لا قدون ما أنت عارف وين مكفى هذه سنة وين صوم يا قرآن أخرس عبادة إله تبارك وتعالى كفى هذه سنة تبي دفن إله تبارك وتعالى ويدي سنة إلهي نبارنا إنه فرش خير قوي نفره إلهي تبارك وتعالى حق سهينا وافتيو. الله أعلم، أحكم بالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.